آثار توجد في البلد، هذا ينطي تاريخ البلد الحقيقي، هذا يحسب إلى الإقليم، يعني هذا الشيء مو قليل. وهم كذلك يخلوا في المتحف، يعني مثل ما أرتيت قبل قليل الآثار الموجودة حاليا، القلعة خلفنا هاي من آثار، وموجود قطع أثرية هم كذلك، وتكتشف لأن هي في إقليم كردستان يعني وعم تاريخ. آثار شيء رمزي مثلا للبلاد، وشيء تاريخي يثبت حضارة البلاد وتاريخ البلاد. فأنا برأيي الآثار شيء مهم، لأن لازم واحد، لأن أجيال القادمة لازم يعرف تاريخها ويعرف آثارها ويعرف. فأنا يعني المفروض يحافظ عليها من قبل حكومة إقليم كردستان، وتنحط بمتحف متحف ويصينوها، لأن هاي أمانة، الآثار أمانة توارثناها من أجدادنا، ولازم نوصلها بكل أمانة لأبنائنا. للآثار أهمية كبيرة في كل دول العالم، لأنه يعرف تراث البلد بالعالم. وعلى سبيل المثال، فإن آثار أربيل تعبر عن التراث الكردي، ونشاهد العديد من الزوار يأتون من دول تركيا وإيران، وأيضا البعثات الدبلوماسية يزورون قلعة أربيل والمنارة الأثرية وقلعة خانزاد وإمارة سوران ورواندوز، وهو أيضا يبرز الوجه القديم من أربيل للعالم. من جانب آخر، له أهمية في جذب السياحة للمدينة، وله أيضا أهمية اقتصادية في ازدهار السوق وخلق حركة تجارية في البلد، فيجب الاهتمام بها. العراق هو بلد الحضارات، بلد الأنبياء والرسل، وبلد حضارة البابلية والآشورية، وأول ما اكتشف في العالم هو في العراق. فالعراق بلد حضاري، بلد عريق، بلدنا ونعتز به.